في زيارة قد تسهم في تخفيف حدة التوتر بين الغرب وإيران بشأن المحادثات النووية وتفتح الباب للعودة للاتفاق النووي، يصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران يوم الأحد. دبلوماسيون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالوا إن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي سيزور العاصمة الإيرانية طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين على رأسهم رئيس منظمة الطاقة الإيرانية محمد سلامي بشأن البرنامج النووي الإيراني، ما قد يسهم في تخفيف حدة التوتر بين إيران والغرب. من جانبه قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم أبادي إن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي سيتوجه إلى طهران الأحد للقاء نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وتأتي زيارة جروسي إلى طهران عشية اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث زيادة الضغوط على إيران بعد تقارير حول زيادة طهران من نسبة تخصيب اليورانيوم وعرقلتها عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في المحادثات مع إيران بشأن تقديم توضيحات حول وجود آثار لليورانيوم المخصب بنسبة عالية في إحدى المنشآت النووية ومدى إمكانية الحصول على بعض أجهزة المراقبة حتى تتمكن الوكالة من مواصلة تتبع برنامج إيران النووي.